سمعتوا عن مشروع أمانة للتعليم؟ إحنا مدرسين كويتيين نساعد الطلبة وأولياء الأمور والمدرسين، وندري إن الطالب يعاني بفترة الامتحانات، وندري إن أولياء الأمور يشتكون من الدروس الخصوصية. لهذا شكلنا فريق تطوعي، حط خط تحت كلمة تطوعي يبين إني مدرس صح؟ وفعلاً إحنا مدرسين معتمدين من قبل وزارة التربية، فتطمنوا هذا مجالنا، وسوينا لكم دروس خصوصية مجانية باليوتيوب بمختلف المواد الدراسية والمراحل العمرية. الفيديوهات عبارة عن شرح لكل درس من دروس المقرر باختصار، تقريباً 5 دقائق لكل درس مع مونتاج تشويقي للطالب، ولخصنا لها أهم النقاط بالدرس. وأيضاً تلقون الفيديوهات بتطبيقنا المجاني أمانة. نشروا، الامتحانات بدأت.